ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده فيلم جديد اللي هياخدك لعالم تاني، وهو عالم الكرتون. متحمس ان اشارك معاكم النوع ده من الافلام، واللي مش هتلاقيه غير هنا. فحضر كوبايه الشاي باللبن بتاعتك، وحضر السماعات الجميله، ويلا بينا نبدا. النهارده معانا مجموعه من القصص القصيره عن الانسان الالي بيمكس. كل حلقه بقصه، وكل قصه مختلفه عن التانية، وبتقدم هدف مختلف لكنهم بيتشتركوا في النهايه. فيلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا، ما تنساش تصلي على النبي علشان ياخد حسنات وتاخد حسنات. قصتنا بتبدا في مدينه صغيره في امريكا، مع واحدة اسمها كاس. كاس عندها كافيه صغير اسمه لاكي كات، وبيكون احسن كافيه في المدينة، وده بسبب اهتمام كاس بالتفاصيل بتاعته وخدمتها للعملاء باحسن طريقة. ورغم ان المكان بيكون زحمة، الا انها بتعرف تخدم كل الموجودين لوحدها. اللي عايز قهوة بيلاقيها جاهزة في ثواني، واللي بيكون جعان بيلاقي الاكل على ترابيزة بسرعة كبيرة. ولو في واحدة محدش قال لها كلام حلو الصبح، كاس موجودة علشان تقولها، ومفيش بقى ضغط شغل. بس للاسف كاس حظها مش كويس، لانها اثناء التنظيف بتكون شايلة شوية اطباق، لكنها مش بتاخد بالها من الكرسي الصغير اللي على الأرض. فبتتكعبل فيه وبتلوي رجلها وهي على الارض، وبتقول اه يا رجلي، وبتتقلب، وبتسمع صوت خطوات ضخمه نازله على السلم. واول ما بتسمع صوته بتقوم بسرعه وبتعمل نفسها سليمه وما فيهاش حاجه. ليه بقى الكلام ده؟ علشان اللي بينزل من فوق هو بيمكس، وده انسان يا صديقي اللي بيكون مسؤول عن الرعايه الصحيه لكاس، وبيكون نازل يساعدها علشان سمعها بتقول اه يا رجلي، فبيعرف انها محتاجه تتعالج. كاس بتحاول تفهمه ان كل حاجه تمام، لكنه مش بيصدقها. واول ما بيعمل فحص شامل بيلاقي ان الكاحل بتاعها اتلوى، فبياخدها لفوق علشان يعالجها. شويه بينج مواضيع علشان ما تحسش بالالم، وبيكتب لها راحه من 5 لـ7 ايام. بس ده طبعا شيء مرفوض تماما من كاس، لان مفيش غيرها في الكافيه ولازم تشتغل. بس كاس بيقول لها مفيش منه الكلام ده. طب والعملاء بتوعي؟ فراح قال لها انسيهم، الكافيه لازم يتقفل لحد ما رجلك تخف. بس لما يلاقي كاس متمسكه بالشغل والكافيه، بيبدا يحمل شويه بيانات. انت بتحمل ايه يا جدع انت؟ انا بحمل كل معلومات اللازمه عن اداره الكافيهات علشان اشتغل مكانك في الكافيه، لان نسبه التوتر عندك زادت اول ما قلت لك نقفله. كاس بتضحك عليه، قلت له انت خدت سنين تتعلم اداره الكافيه ده، وانت عايز تقنعني انك هتقدر تديره بعد ما حملت شويه معلومات من شات GPT؟ لكنه مش بيهتم بكلامها، وبيخلص التحميل بتاعه وبينزل علشان يشتغل في الكافيه. ورغم ان كاس قلقان علشان الزباين بتوعه مهمين جدا ليها، الا انها مش بتقدر تمنعه. بس بتقرر تعمل حاجه تاني، بتروح تجيب كاميرا صغيره وبتعلقها على راس القط موتشي علشان تعرف تراقب بيمكس وهو شغال. موتشي بينطلق لرحلته للكافيه علشان يراقب بيمكس، لكنه بيقف في السكه علشان شاف انعكاسه على مرايه، وطبعا القطط مش بتطيق نفسها، فبيخش خناقه مع المرايه، وكاس بتفقد الامل خالص وبتقرر تنزل تراقبه بنفسها. بيمكس بقى بيكون مشغول في الكافيه علشان يقدم الطلبات، لكنه بيكون بطيء على الاخر، والزباين بتزهق منه وبتنام وهي واقفه. كاس بتلاقي الاوضاع تحت مش احسن حاجه، فبتقرر تساعد الزباين بتوعها بنفسها، لكنها بتفضل مستخبيه من بيمكس، لكنه بيشوفها بتزحف على الارض، فبيمسكها وبيرجعها للبيت تاني. وكل مره تنزل فيها علشان تقدم طلبات للزباين، بيمسكها وبيرجعها للبيت مره تانية، مره واثنين وثلاثه واربعه، لحد ما تجيب اخرها. وتقول له انت كده هتطفش الزباين بتاعتي، وبتصمم انها تشتغل، وبتقول ان مفيش اي حاجه هتمنعها. لكن نفس الكرسي اللي كعبلها المره اللي فاتت بيكعبلها تاني، والمره دي رجلها بتبوظ خالص، فبتلتزم بالامر بالواقع وبتطلع البيت علشان تستريح. كاس بتعتذر لبيمكس علشان ما سمعتش كلامه من الاول، وبتقول ان المشكله انها لو قفلت الكافيه الفتره دي الزباين بتوعها مش هيجوا تاني، لكنه بيطمنها وبيعرفها انهم لو لقوا كافيه تاني مش هيلاقوا كاس تانيه بالليل. وهما نازلين يقفلوا الكافيه بيلاقوا موتش نايم على الارض، وبتفتح الكاميرا وبتلاقيه كان بيسجل طول الوقت ده. واتنين من الزباين بتوعها شافوا الكاميرا وبيعرفوا انها بتتجسس على بيمكس، وكل الزباين بتوع المحل بيقولوا لها انهم بيحبوها وبيتمنوا لها الشفاء العاجل. فبتعرف بقى انها قد ايه مهمه للزباين زي ما بيمكس قال لها، واخيرا بتقرر انها تقفل المحل لحد ما تخف. كيكو بتكون راجعه للبيت وبتشوف كده اي حاجه مهمه في صندوق البريد، لكنها مش بتلاقي اي رسائل مهمه، وعلشان هي كبيره في السن والحركه بتعمل لها مشاكل. ظهرها بيوجع مع اول حركه غلط، لكن صديقنا بيمكس موجود في الخدمه. بيمكس بيعرفها على نفسه وبيقول لها انها بتمر بشويه مشاكل صحيه واولهم السمع، لكن كيوكو بتتجاهل كلامه وبتقول انها واخده على الوجع وما يتعبش نفسه. بس صاحبنا مش بيهمه الكلام ده، وبيفحصها وبيلاقي عندها مشاكل في الغضاريف، وبيقترح عليها التمارين الرياضيه اليوميه مع العلاج، وبيرشح لها نادي السباحه علشان السباحه تحسن عضلات جسمها وهتساعدها في علاج الغضاريف بتاعتها. كيوكو بتقول له شكرا، انا ما بعرفش اصلا اعوم وكمان بخاف من الميه، فبيقول لها انه هيساعدها في التغلب على خوفها من الميه. وقبل ما يكمل كلامه بتقفل الباب في وشه وبتستنى لحد ما بيمشي، او هي بتكون فاكراه مشي، لانه بيرجع لها بعد دقيقتين. واول ما تفتح الباب بتلاقيه حاطط شويه ميه على الارض علشان تقدر تتعود على الميه واحده واحده. كيوكو بتكون متعصبه منه، لكنه بيديها مصاصه زي العيال الصغيرين، وده بيعصبها اكتر، وبيبدا بقى ينطلع كل شويه، مره يوديها صوره لشلالات، ومره يرش عليها شويه ميه بالبخاخه، ومره بيفتح خرطوم في الميه في وشها ويغرقها بيه. وطبعا هي بتكون على اخرها منه، فبتقرر تنتقم وبترجع البيت بقى وتحضر اسلحتها ولبس النينجا بتاعها،
وبتاخد حبات السكر والضغط وبتنطلق علشان تدور عليه. كيوكو بتعرف انه موجود في الحديقة العامة فبتفضل ماشية وراه وبتراقبه، وبيميكس بيفضل يبعد ويبعد لحد ما يدخل مبنى في شارع جانبي. واول ما كيوكو بتدخل بتحاول تهجم عليه بإبرة الخياطة، لكنه بيمسكها وبتلاقي اصلا عارف انها بتراقبه، وكل ده كان بيستدرجها علشان يوصلها لحمام السباحة. كيوكو بتحاول تهرب من المكان لكن ظهرها بيطرقع، ولما بيحاول يشرح لها أهمية السباحة بتوضح له انها مش بتخاف من المية انما بتخاف من النادي ده تحديدا، وبتعرفه ان جوزها كان متعود يجي يعوم في النادي ده على طول، ولما كانت بتروح معاه كان بيطلب منها تنزل لكنها كانت بترفض لحد ما جوزها مات، ومن ساعتها بقت مش عايزه تعوم في المكان ده. بس بيميكس بيقدر يقنعها ان الوقت ما فاتش علشان تستمتع بحياتها شويه، والست كيوكو بتسمع كلامه وبتروح تحضر المايو، وبياخدوا غطس في حمام السباحه مع بعض. وبننتقل بقى للقصه الثالثه خاصه بالبنات شويه. بطله القصه هي صوفيا في المدرسه الاعداديه، بتستعد هي وصديقها علي علشان وراهم عرض مواهب كمان شويه، وشايفين انهم هيكسبوا بسهوله. بعد شويه صوفيا بتدخل الحمام وبتكتشف تغيرات اول مره تحصل معاها فبتتعصب. عمنا بيميكس بيكون موجود وبيعرض عليها المساعده الطبيه لكنها بتقول له لا مش وقتك انت خالص. بس كلنا عارفين ان بيميكس مش بيهتم بكلام حد وبيبدا الفحص بتاعه على طول. واول ما بيكتشف التغيرات اللي بتحصل مع صوفيا بيقول لها ما تخافيش وهو هيساعدها، وبيروح الماركت علشان يشتري لها ادوات طبيه، وهي بتفضل محبوسه في الحمام لحد ما يرجع لها تاني. بيميكس برده مش بيكون عارف يشتري ايه بالظبط لانه ما كانش بنت قبل كده، لكن الستات في المتجر بيساعدوه وبيشتري كل حاجه وبيرجع لصوفيا تاني. المهم يا صديقي علي بينادى عليها بعد ما بتحل مشاكلها وبيفكرها بعرض المواهب، لكنها بتكون مش عايزه تخرج من الحمام اصلا وبدات تعمل اوضه صغيره علشان شكلها كده هتعيش هناك. علي بيتحايل عليها تروح معاه علشان مش هيعرف يعمل العرض لوحده، والطلاب بتوع المدرسه كلها اتنمروا عليه، لكنها بتكون مصممه على الحبسه بتاعتها. بيميكس بيحاول يقنع صوفيا ان اللي بتمر بيه حاجه عاديه وبتحصل مع كل البنات، لكنها بتكون خايفه من معامله الناس ليها ومش مستعده تكبر دلوقتي خالص، بس بيقدر يقنعها ان مهما حصل معاها تفضل طفله وحتى لو بقى عندها 50 سنه، الطفله اللي جواها تفضل موجوده. واخيرا صوفيا بتقتنع بكلام بيميكس وبتاخد لعبه اليو بتاعتها وبتقرر تروح علشان تحضر عرض المواهب مع علي. وفعلا الاتنين بيعملوا العرض بتاعهم وبيكون عرض جميل جدا، بس مش قوي علشان بيقعوا على الارض وبيتصابوا شويه اصابات خفيفه، لكن على الرغم من ده فبياخدوا المركز الاول. وبننتقل للحلقه الرابعه، وبيكون بطل الحلقه دي هو مابيتا صاحب عربيه السمك. بيروح سوق السمك كعادته علشان يشتري السمك اللي هيشتغل بيه، وبيرجع تاني للعربيه علشان يبدا التحضير. الوصفه بتاعته بيكون واخدها من ابوه وكل الناس في المنطقه بيحبوها، لكن اثناء تقديمه للطلبات ايده بتتلسع في البخار وبتورم، بس الحزن حظه بيميكس بيكون في المكان. بس انا يا صديقي مش عارف ليه كل الناس في الكرتون ده مش بيحبوا بيميكس، ومافيتا بيقول له ان ايده سليمه، لكن بيميكس بيفحصه وبيقول له ان عنده مشكله كبيره جدا، وبنعرف ان ايده ورمت مش علشان البخار لكن علشان عنده حساسيه من السمك. لكن طبعا مافيتا مش بيصدقه لانه شغال في السمك بقاله سنين وما حصلوش حاجه، بس بيميكس بيفهمه ان حساسيه السمك ممكن تظهر في اي وقت. مافيتا بيلاقي ان وقت خروج الموظفين دلوقتي، فبيطلب من بيميكس يمشي علشان وراه شغل كتير، لكنه طبعا بيرفض وبيقول له انت لازم تبعد عن السمك دلوقتي حالا. ولما بيرفض يخرج من العربيه بيفضل يقول له الاعراض، وساعتها الموظفين بيسمعوا وبيعرفوا ان عنده حساسيه فبيخافوا من العدوى وبيمشوا. ولما بيميكس بيلاقي حاله مابيتا بتتدهور بيبدا يشيل السمك كله من العربيه، بس مابيتا بيزهق منه وخاصه لما بيلاقيه بيحضر حونه علشان يخفف الاعراض شويه، فبيرميه من العربيه وبياخدها وبيمشي. بيميكس بيفضل يطرده لحد ما بيوصل للعربيه وبيطلع عليها، وفي الاخر بينجح في انه يوقف العربيه، ومابيتا بيلاقي ان مفيش مفر قدامه فبيقول له اديني الحونه وخلصني. بعدها الاثنين بيريحوا شوية، وبيميكس بيقول له انه ممكن يموت لو فضل شغال في السمك، بس مابيتا مش بيكون عارف يشتغل في اي تاني لان عيلته كلها اشتغلت في المجال ده وهو ورثه من ابوه. بس بيميكس بينصحه يغير مجال المطعم وبيقول له ان ابوه كان جريء وحدد اختصاصه ولازم هو كمان يبقى زي ابوه. مابيتا بيقتنع بكلامه وبيطلب منه يساعده علشان قرر يغير شغل المطعم بتاعه، وبيخرج بقى مع بيميكس عشان يختبروا باقي الاطعمه اللي ممكن يقدموها علشان يعرف هيعمل مطعم ايه، بس بعيد عن السمك طبعا. وبننتقل بعد كده صديقي للحلقه الخامسه، ودي مش شخص عادي ومش شخص اصلا، ده بطل الحلقه دي هو القط الاصفر. القط بيصحى من النوم في وسط المدينه وبيبدا يوم جديد، واول حاجه بيدور عليها بتكون الفطار. ولحسن حظه بيلاقي شخص قاعد ياكل سوشي فبيعرف وجبته الاولى هتبقى ايه خلاص، وعلشان هو قط ذكي بيلاقي الشخص ده بيسمع اغاني فبيروح يغفله وبيغير الاغنيه. اول ما الراجل بيبص على الموبايل بيكون القط بلع طبق السوشي كله، بس للاسف بيكون بلع معاه فرده من الايربودز بتوع الشخص ده. ولما بيبدا يسمع الراديو بدا في بطنه بيحس بالخوف، بس بيميكس بيشوفه طبعا وبيعمل الفحص المعتاد بتاعه وبيلاقي انه بالع الايربودز. الحل بيكون موجود مع بيميكس وبيقول له انا همسكك اخبطك على ظهرك علشان السماعه تخرج، بس القط بيرفع ضوافره بيقول له انت لو قربت منها هقطع وشك.
ولما بيمكس بيقرب منه بيضربه وبيجري، بس بيمكس مش بيسيبه وبيفضل يجري وراه كالعاده. القط بيحاول يستخبى على قد ما يقدر، لكن صوت الرياضي بيكشفه كل مره لحد ما بيوصل لبيت من البيوت. صاحبة البيت بتكون مربية قط صغير وبيكون مبسوط وبيلعب مع الفيران اللعبة، والست بتعامله بطريقة جميلة جدا. وطبعا القط صاحبنا بيكون متضايق علشان هو قط شوارع والناس بتضربه وبترش عليه مية. بيمكس بقى بيزعل من القط علشان كل مرة يجي يمسكه فيها بيضربه بضوافره وبيخليه يسرب هوا من كل مكان في جسمه. القط بيهرب مرة تانية وبيلاقي طوبة على الأرض فبيعملها على شكل فر عشان يلعب بيها زي القط اللي شافه. والأغاني الحزينة بقى بتبدأ تشتغل جواه وبيكون متضايق على حالته، لكن بيمكس مش بيسيبه في حاله وبيفضل ينط له كل شويه، لكن برضه بيهرب منه. القط بيدخل مبنى قديم وعليه علامه تحذير من الهدم، بس بيمكس بيروح وراه كالعاده وبيفضل يدور عليه علشان مهمه بيمكس الاولى في المدينه هي علاج الانسان والحيوانات. بيمكس بيكون سامع صوت الراديو شغال لكنه مش بيلاقي القط، لان القط بيكون متعلق على ظهره، بس بيمكس بيفاجئه وبيمسكه. القط بيكون نينجا في نفسه، بيقدر يضرب بيمكس تاني وبيبعد عنه وبيطلع مكان عالي جدا. بيمكس بيفضل وراه وبيطارده، وعلشان يجيبه من فوق بيفك كل الحديد اللي مثبت الرفوف اللي هو عليها لحد ما الرف يقع، واخيرا بيقدر يمسكه، واخيرا بيخليه يخرج السماعه اللي في بطنه، وبكده القط بيبقى سليم. بس القط مش بيكون بيدور على الصحه، لكنه بيدور على صديق يرعاه ويهتم بيه، وده اللي شافه في بيمكس بعد ما كان حاسس بالخطر منه. للاسف بطاريه بيمكس بتفصل ومش بيلحق يوصل نفسه في الشحن وبيقع على الارض، والقط بيروح علشان يساعده، لكن المتفاجئ يا صديقي انه رايح علشان المصاصه وخلاص، وبياخدها وبيسيبه ويمشي. فهل كده بيمكس هيفضل طول عمره في المكان ده؟ خاصة انه مكان معزول ومحدش بيدخله، ده اللي هنعرفه في الحلقة الأخيرة. يلا بينا بقى نخش فيها على طول، وبننتقل للحلقة السادسة، وبطل الحلقة الأخيرة هو هيرو، ابن أخت كاس واللي كلنا فاكرينها وهي صاحبة كافيه لكي كات. هيرو بيكون مخترع بيمكس، وأول ما يصحى من النوم ما بيلاقيش بيمكس في الشحن بتاعه بيقلق على الآخر، ولما بينزل يقول لكاس إن بيمكس ما رجعش البيت امبارح بتقلق هي كمان، خاصة إن البطارية بتاعته خلصت. ولما هيرو بيوريها الخريطة لآخر أماكن بيمكس زارها بتقرر تطرد كل الزباين من الكافيه علشان تخرج في رحلة البحث عن بيمكس. وأول مكان بيروح يسألوا فيه هو بيت العجوز كيكو، وأول ما بيعرفوا إن بيمكس المفقود بتقفل الباب في وشهم، بس مش علشان طردهم، علشان تحضر لبس النينجا بتاعه وتخرج معاهم تساعدهم في البحث عن بيمكس. تاني واحد بيروح عليه هو الشيف مابيتا، وأول ما يعرف إن بيمكس مفقود بيقول لهم المطعم مقفول النهاردة، وبيطلب منهم يركبوا معاه العربية علشان يروحوا يدوروا عليه. وبيروحوا فعلا بعدها لصوفيا اللي مش بتتردد ثانية علشان تنضم للفريق في رحلة البحث عن بيمكس. في الوقت اللي هم بيدوروا فيه على بيمكس، عمال الهدم بيكونوا في موقعهم علشان يفجروا المبنى اللي بيمكس فاصل شحن فيه. الكل بيفضل يدور في مكان لحد ما في الاخر مش بيلاقوا بيمكس، لحد ما كيوكو بتلاقي القط الاصفر وبتلاقي قط لطيفه بتفضل تاكله. وهناك بقى بيلاقوا مصاصه اللي بيمكس بيوزعها على كل المرضى بتوعه، فبيعرفوا ان بيمكس كان بيحاول يساعد القط ده. كيوكو بتسال القط على مكان بيمكس، فبيفضل يجري وبياخدهم لحد مكان المبنى القديم، لكن عمال الهدم بيكونوا قفلوا المبنى وبيمنعوا اي حد يدخل علشان زرعوا المتفجراته في دقايق المبنى هيتدمر. لما بيحاولوا معاه بيقولوا انه مش فاضلهم علشان وقت الغدا بتاعهم، وبعد الغدا يدمر المبنى. ساعتها بقى بيقرروا يعملوا الخطه رقم 2. مابيتا بيبدا يحضر الاكل في عربيته وبيجذب كل العمال بالريحه بتاعته، خاصه لما بيقولوا ان الاكل مجاني. صوفيا بقى بتستخدم اليو بتاعها علشان تجيب بيه حديده يستخدموها لفتح الباب، لكن لما بيدخلوا المبنى الباب بتاعه بيكون مقفول، بس القط بيوريهم طريق تاني من مواسير الصرف الصحي. هنا بيجي الدور على هيرو واللي بيستخدم اختراع من بتوعه علشان يرفع الغطاء الحديد لانفاق الصرف. صوفيا بتروح مع كيوكو القط، وهيرو بيفضل بره عشان يفضل رافع الغطاء الحديد. وبعد ما بيفتشوا المبنى بيلاقوا بيمكس، لكنه بيكون مفس خالص وفاصل شحن، فبيشيلوه علشان يخرجوا، بس العمال بيكونوا خلصوا الغدا بتاعهم وبيروحوا علشان يفجروا المبنى. ولما اصدقائنا بيلاقوا ان الوقت قرب والانذارات بدات تشتغل، كيوكو بتبعد صوفيا وبيمكس من فتحه النفق وبتقفل عليهم وبتضحي بنفسها علشان تنقذهم، بس ريت بيكون خرج ووقف فوق سطح المبنى وبيخلي العمال يوقفوا التفجير لانه مسؤول بيحب القطط. وبكده القط بيكون نجح في انقاذ الموقف، واخيرا بيرجعوا بيمكس وبيشحنوه. واول ما بيلاقي كل الناس اللي انقذهم هم اللي انقذوه بيكون سعيد جدا، وفي النهايه كلهم بيمشوا والكل بيكون مبسوط. وهنا نكون وصلنا لنهايه القصه بتاعتنا. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وما تنسوش السبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد في قناتنا. دمتم سالمين، سلام.